السلام عليكم أيها المربون والمربيات. اليوم إن شاء الله نحط لكم الجزء الثاني من تحضير مادة القراءة. نتمنى إن شاء الله تعم الفائدة بالنسبة للجميع وخصوصا المربون والمربيات الجدد. بالنسبة اليوم غادي نبدأ إن شاء الله على بركة الله بأول موضوع اللي هو موضوع السكون. هذا هو التحضير، كل واحد ياخذ اما اشنو اللي مكتوب في التحضير اما يعمل عليه تعديلات على حسب الدروس اللي عنده. نتمنى ان شاء الله ديما مشارك شي تكون مشترك وتبارطاجيو الفيديو اكثر باش تكون مشاهدة اكثر وتحفزوا اكثر. نعطيو ان شاء الله مواد اخرى ونعطيو لماذا نفس المادة بتحضير اخر وبشكل اخر. خليكم ان شاء الله مع التحضير ديال المواد المتبقيه بلا ما نطول عليكم هذا باش ما يجيش الفيديو طويل. ونتمنى لكم ان شاء الله الاستفاده وشكرا لكم ولا تنسونا من دعائكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا موضوع القمريه، هادشي كامل راه مراجعة بالنسبة لكل شيء اللي مر في الشعبة الوسطى. باقي ما دخلناش الحرف الأساسي اللي عندنا أول حرف في السنة الدراسية. مع موضوع الشمسية، كان أول حرف في السنة الدراسية. كل واحد غادي يستعمل الحرف اللي عنده في القراءة، لأن ماشي جميع المقررات عندها نفس الحرف في الأول اللي عنده الحرف الباء، كاين اللي عنده الباء، كاين اللي عنده الميم، كاين اللي عنده الألف. كل واحد يستعمل الحرف اللي عنده في المقرر باش كيكتب. أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في تحضير آخر ومادة أخرى إن شاء الله.